البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركته علينا أمين. فأما القبة الأولى فكان فيها وصايا الخدمة وقدس مزين، لأن القبة الأولى صنعت وهي التي كانت فيها المنارة والمائدة وخبز التقدمة وتدعى القدس. وبعد الحجاب الثاني القبة التي تدعى قدس الأقداس، وكان فيها مبخرة من ذهب وتابوت العهد المصفح بالذهب من كل جانب، وكان فيه قسط الذهب الذي فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوح العهد، وفوقه كان كروب المجد مظللين موضع الاستغفار. هذه التي ليس لنا أن نتكلم عنها بالتفصيل، فهذه لما تصنع هكذا يدخل الكهنة إلى القبة الأولى في كل حين لإتمام الخدمة. أما القبة الثانية فيدخلها رئيس الكهنة وحده مرة في كل سنة، وليس بغير دم الذي كان يقدمه عن نفسه وعن جهلات الشعب. وهذا يظهره الروح القدس أن طريق الأقداس لم يظهر بعد ما دامت القبة الأولى قائمة، التي هي رمز هذا الزمان الحاضر الذي فيه كانوا يرفعون القرابين والذبائح التي لا يمكنها بالنية أن تكمل من يخدم إلا بالمطعم فقط والمشرب وغسلات مختلفة التي هي فرائض جسدية وضعت إلى زمان التقويم. وأما المسيح فهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول، بل بدمه بنفسه دخل الأقداس مرة واحدة فوجد فداء أبديا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثانية بركته علينا أمين. أيها الإخوة، لست أكتب إليكم وصية جديدة، بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء. أيضا وصية جديدة أكتب إليكم، ما هو حق فيه وفيكم، أن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. من قال إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة، وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمي. أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد من العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة
ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا. أمين. الكلام الأول أنشأته يا سأوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي فيه صعد إلى السماء، بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين ظهر لهم حياً بعدما تألم بآيات كثيرة، وهو يظهر لهم 40 يوماً ويتكلم عن ملكوت الله. وفيما هو يأكل معهم أوصاهم أن لا يفارقوا أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء، وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس، ويكون هذا ليس بعد أيام كثيرة. أما هم فلما اجتمعوا كانوا يسألونه قائلين: يا رب، هل في هذا الزمن ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب تحت سلطانه، ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم. وفيما هم يشخصون وهو صاعد إلى السماء، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي صعد إلى السماء عنكم هكذا يأتي كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويوحنا ويعقوب وأندراوس وفيلبس وتوما وبرسلوماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة مع نساء ومريم أم يسوع وإخوته. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 21 بقونا، أحسن الرب انقضاؤه ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. النهاردة ب
بنعيد بتذكار بناء أول كنيسة على اسم القديسة العذراء مريم والدة الإله في مدينة فيليبي، والبلد دي كان راح يبشر فيها الرسولين بولس وبرنابا، وآمن ناس كتير فيها بالسيد المسيح وبنوا كنيسة على اسم القديسة العذراء مريم واتكرست زي النهاردة. ويوافق نفس اليوم ان القديس متياس الرسول راح يبشر في مدينة اسمها بورتوس في جنوب شرق آسيا، وقبضوا عليه وسجنوه وطلب شفاعة العذراء مريم والدة الإله. وأول لما وصلت العذراء مريم على سحابة نورانية للمدينة وصلت لابنها الرب يسوع، اتحول فيها كل الحديد إلى سائل زي الشمع، وراحت على السجن وخرجت متياس الرسول وكل المسجونين بسبب الإيمان. والي المدينة لما سمع قال أنا عاوز أشوف العذراء مريم، وفعلا راحت له ومعاها القديس متياس. قال لها أنا ابني مريض بمرض عقلي. صلت العذراء وفي الحال شفي من مرضه، ورجع الحديد زي الأول وارتفعت تاني للسماء. فآمن الوالي وكل المدينة وعمدهم متياس الرسول، ورسم لهم كهنة شفاعتها تكون معانا آمين. وزي النهاردة كمان استشهد القديس تيموثاوس اللي من مصر القديمة، وكان واحد من جنود أريانوس والي أنصنة، حاليا بمركز ملاوي محافظة المنيا. ولما صدر أمر الإمبراطور دقلديانوس بعبادة الأوثان، فقام القديس تيموثاوس ومسك الرسالة وقطعها وقال مفيش إله غير ربنا يسوع المسيح. غضب الوالي وقبض عليه وعذبه عذابات شديدة، لكن ربنا أرسل ملاكه وشفاه وأواه. الوالي زاد غضبه وكمل تعذيبه، لكن ربنا كان بينجيه، وأخيرا أمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة. بركة صلواته تكون معانا أمين. وكمان زي النهاردة تنيح القديس البابا كاردونوس البطريرك الرابع من باباوات الكرازة المرقسية، واللي كان عمده الشهيد ماري مرقس الرسول كاروز الديار المصرية. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا أمين. وله تسجد بنات سور بالهدايا ويتلقون وجهه أغنياء شعب الأرض. كل مجد ابنة الملك من داخلين مشتملة متزينة بأشكال كثيرة. هللويا. مبارك هو الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا كلنا يسوع المسيح.
ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدوس، وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهو ذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني، فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته. فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائما، واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عدد إسرائيل فتاه ليذكر رحمتان، كما كلم آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. فمكثت مريم عندها نحو 3 أشهر، ثم رجعت إلى بيتها